السلام عليكم. فيديو ديال اليوم راه يكون وصفه ديال العشاء، يكون فريمون خفيف وبامكان يكون حتى غدا. كيف ما كتشوفوا ديجا بدينا مع المقادير، عندنا شويه ديال الصوصيص ديال البولي، بامكانكم تستعملوا اي صوصيص عندكم، اي بيان سور خضره، شويه البصله، كورجيت، فلفله، اي بطيخه. عندنا شويه تاع البيض تاع التومه، شويه تاع الزبده، كنور، بيان سور كنور. اي بور لي زيبيس غنحتاجو بزار، كمون وملحه. هيا دابا ندوزو كيفاش يتخدم. هنا عندنا مقصود ديال الزبده اللي كنحطوه فوق المقله اللي تكون ديجا سخناها من قبل، كنزيدو لها شويه نتاع الزيت باش متحرق لناش الزبده. كناخدو الصوصيص ديالنا وكنزيدو فوق البوطا باش يطيب. هنا بعد ما كنكونو حركنا غير شوية كنزيدو لي زيبيس كيفما قلنا قبل، قلنا بزار، ملحة وكمون، وكنحركو مزيان وكنحطوه على جنب باش يطيب. هنا كناخدو مقلاة وحدة أخرى نسخنوها ونديرو فيها شوية ديال الزيت أو شوية نتاع الزبدة باش نطيبو فيها الخضرة ديالنا. بعد ما كنكونو دوبنا كنقولو تحبس الزبدة و الزيت ديالنا، كنزيدو الخضرة و كنخلطو كلشي و نحطوه حتى يطيب. أي كنزيدو نص العطرية ملحة، شوية ديال البزار، ايوا على بعد ما كيكون كلشي طاب، الخضره والصوصيص كنصبقو، كنحطو الخضره هي التحت وكنحطو فوق منها الصوصيص تاعنا، وبصحة الراحه.